نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل إيجاد الأدوات للأطفال والأمومات. قموا بالضغط هنا على تطبيق شئن. بعدها سنقوم بالضغط هنا على الأطفال والأمومة. هنا سوف تجد جميع المنتجات التي سوف تحتاجها للأطفال والأمومات. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.